للحديث عن تطورات ثورة تشرين ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات ستار محسن. سيد ستار، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. أستاذ ستار، السلطات الحكومية تستمر بذات النهج القمعي، لكن المتظاهرون يتوافدون إلى الساحات تأكيدا لاستمرار الثورة، لكن هنا كيف تقرأ المشهد أستاذ ستار؟ طبعا المشهد هو الثبات على مطالب متظاهري التحرير ومتظاهري الساحات الأخرى في المدن، في النجف وفي الديوانية والسماوة والناصرية والعمارة والوسط وكل مناطق الوسط والجنوب، انه احنا مطالبنا تقريبا موحدة. نعم. ان يكون المرشح بعيدا عن السلطة اللي قدر 2003 الى الان. نعم. يعني احنا نريد شخصية مقبولة وشخصية لن تنتمي إلى الأحزاب اللي حكمت من 2003. نعم. أستاذ ستار، يعني اليوم شهد توافد آلاف الطلاب إلى ساحات التظاهر في مختلف المحافظات العراقية، لكن هنا تعتقد أن الحركة الطلابية تعطي دافعا قويا ومؤثرا لاستمرار الثورة؟ هل يعطيكم يعني حركة الإضراب عن الدوام في المدارس يعطيكم دافعا لكي تستمروا في ثورتكم أستاذ ستار؟ سواء كانت الحركة الطلابية أو غيرها، إلا أنه متظاهري ساحة التحرير مستمرين باعتصامهم ويأخذون مطالبهم في حكومة تنتمي إلى يعني إلى الشعب أكثر ما أن تنتمي إلى الطبقة السياسية. نعم. ورفضهم لمحمد الشيعة السوداني تأكيد على هذا المطلب. نعم. أستاذ ستار، هناك أنباء تتحدث عن عزم الأحزاب السياسية الحالية في السلطة بأن ترشح محمد الشيعة السوداني لتولي رئاسة الوزراء في العراق، لكن هنا باعتقادكم لماذا لا تدرك الطبقة السياسية أن المتظاهرين يريدون اقتلاع الطبقة بالكامل وليست فقط الحكومة؟ لماذا يعني هل هم يقفزون على الحقيقة أم أنهم يعرفون بأنهم غير مرحب بهم في الحكومات التي ستلي بعد تظاهرات تشرين، وهم في نفس الوقت يؤكدون على أن البديل لابد أن يكون من داخل حزب الدعوة؟ طبعا أنا أتحدث عن متظاهري ساحة التحرير. نعم. وعن الكثير من أصدقائي في النجف وفي الناصرية والسماوة وفي الديوانية وفي واسط وفي عمارة وفي أغلب المدن اللي انتفضت بعد 11/2019. نعم. إنه إحنا ماضون أن نقتلع العملية السياسية والشخصيات اللي ظهرت بعد 2003. نعم. إحنا نريد وطن، يعني نريد عملية سياسية تتناسب ويا طموحاتنا، نريد شخصيات لن تتلون بما جرى بعد 2003. نعم. يعني شخصيات لم تودر ولم تصوت في البرلمان. نعم. الحالي نريد شخصية عراقية مقبولة من الجميع وتحظى باهتمام الشارع العراقي ولها قابلية أن تعالج ملفات مع بعد. نعم. من بغداد الناشط في التظاهرات ستار محسن، آسف لضيق الوقت، شكرا جزيلا لكم.